زي ما شايفين يا جماعة، ادينا ركبنا دي، بس لسه ايه ما بيتتش في التلف. هنحاول ندق عليها لغاية لما تبيت في التلف. خلاص كده خليها صامولة وردة. صامولة وردة اهي يا جماعة، طبعا 14 او 13 بتاعها اهو. يعني هي كده ايه هتجمع معانا التقريط. كل ما يكون شغل محكوم كل ما يكون ايه الأداء بتاعها هيكون أفضل. شايفين يا جماعة لو أنا شديت كده مفيش حاجة، أديها تقريضة تاني نشوف. بس بس يا جماعة اهي بالوضع انتوا شايفينه. هنركب الغطا ده، الغطا ده هنركبه زي ما كان كده. هنركب الغطا ده جبت معايا مسامير العملية، يعني مش مستاهل يعني. هدي مسمارين اهي، انا اقفلها زي ما حضراتكم شايفين. اقفل التاني، والاتنين اللي تحت دول لازم يكون الحامل موجود معانا. تمام كده معانا التيش اللي احنا فكناه امبارح اللي هو الكلاتش، هنركبه دلوقتي. طبعا بيبقى فيه صامولتين تحت، وردتين قصدي، ادي وردة اهي، الوردة التانية كانت موجودة هنا، ادي الوردة التانية. هنركبه كده، هنجيب كل مسمار اهو لوردة مسافة. تمام، نربط المسمار الثاني. تحت 17
هكذا نشوفو الترسلي اكيد مش مبيت. ماشي تمام بيتناه مكان. عايزين نحط لها اي حاجه كده على اساس ان احنا ايه نكربها. نعمل مفكه تمام كده. زي الفل. خلاص انا كده الجزئيه دي خلصت منها. اجي هنا هركب اللي هي الاسطوانه دي بتاعت التيله. طبعا انت كان لها ورده تعتبر كده زي ورده المسافه. طبعا عايز افتح 13 14 قصدي نفس القصه كده. برضه اهو ودي بتتقرط معانا بس عشان في حاجه تفك في الشغل. تمام كده يا جماعه. أنا كده بالنسبة ليا هبدأ أركب الشميس فوق هنا. أنا شايف إن هو ما فيش أي حاجة. هنغسله بشوية بنزين. أنا مش شايف إن في أي حاجة. هو كويس كده. نشفه كده. احنا امبارح كنا غسلنا البيستم وكان زي الفل برضه التاني ما فيش اي مشاكل. هو بس التجريح اللي فيه بس. انا هجرب على الشغل كده وهنشوف. ليه؟ لان احنا جايبين حاجات كتيره مش عايزين نكلف نفسينا. هنشوف كده البيستم هاي ظروفه ايه. البيستم اهو زي ما انت حضرتكم شايفين مركب في الشنبر. هو يعني التجريح دي هي يعني هتخوف بس يعني هنجرب وهنشوف. هنشوف هتدور معانا بإذن الله ولا لا. احنا امبارح كنا ركبنا البنز في الناحية اللي هي الضيقة. هنشيله دلوقتي ونركبه الناحية دي. ركب الناحية دي كده. هنبدأ نطلع you
نشيل ده عشان السباكة تنزل. هتأكد انها بتلف في مبيتها. تمام، مفيش مشاكل. نبدأ نركب كده، نركب تاني في ال طبعا انها عدلة. تمام يا جماعة، نركب السبيكة اهي زي ما انتوا شايفين. هحاول اني ما كده ابسس ان انا اعدي ايه الماسورة الصغيرة اللي هي بيجي تاني. هندق عليها بالراحة خلاص. هنديها كده شوية كده عشان نركب التلة. تعرف التلة زي ايه اللي هي احنا شلنا التلة امبارح مش عارفين هي راحت فين. ممكن تكون يا جماعة، احنا نشوف التيلة كده وهنرجع لكم تاني. التيلة هي لقيناها يا جماعة في الطبق اللي احنا غسلنا فيه الحاجة، كانت واقعة فيه من تحت. نمسكها بالبنسة كده ونحاول ندخلها كده بالراحة. بس كده بيجي تاني. تمام، احنا في هو جوال موجود معانا، بس احنا كنا عايزين نديها شوية كده سيليكون خفيف كده في الجزئية اللي فوق دي.